اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طعيمه، هيكون معانا في الجزء القادم علشان يتكلم معانا اكتر عن هذه المباراه. كابتن عادل ازي حضرتك؟ كابتن اسلام اخبار حضرتك ايه؟ بخير والله، كله تمام؟ كله تمام والله الحمد لله. كابتن عادل خليني ابدا مع حضرتك بمباراه الاهلي وسيمبا، يعني كلام كتير عن هذه المباراه وعن اداء النادي الاهلي، من وجهه نظرك كيف رايت هذه المباراه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه ألف مليون مبروك إن احنا كسبنا ووصلنا للمرحلة الثانية. ما كانش ينفع في بطولة، أول بطولة أفريقية بتسمى الدور الأفريقي، وكنا نطلع من البداية، ما كانش ينفع ولا كان حد يتقبلها. فطبعا بنبارك للنادي الأهلي والجمهور العظيم. الحاجة الثانية بالنسبة للمباراة هو تنقسم إلى ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية، علشان إحنا دايما مقتنعين إن المدير الفني راجل كفء وراجل على كفاءة عالية جدا وراجل بيشتغل علمي هو والجهاز بتاعه. النهاردة يمكن الأداء كان فيه تذبذب وما فيش، كان اللياقة البدنية كانت يعني ما كانتش مظبوطة إلى حد كبير، الروح القتالية ما كانتش موجودة. هل هناك ليها أسباب؟ نمرة واحد، كولر ما عملش فترة إعداد، ما عملش فترة إعداد. أنا يوم 28 سافرنا النمسا، يوم 4 14 لعيب مش معاه، منتخب أولمبي منتخب قومي، ثم اللعيبة الأجانب اللي سافروا مع منتخبات بلادهم، وبعدين رجعنا على منتخب مرة تانية الجزائر وأظن زامبيا. فطبعا هناك أخطاء إدارية بيتحملها الكاف، أنك أنت مفروض أنك أنت بتعمل تجمع علشان أجندة دولية، وبعدين بعدها بيومين بتديني ماتش في غاية الأهمية في الدوري الأفريقي. فطبعا في لعيبة هو ما شافهاش وما اتمرنتش معاه، ده الجانب الإداري. ثم الجانب الفني، أعتقد أنه بينعكس اللياقة البدنية على الجانب الفني. الفرص اللي بتضيع ديت بهذه الكثافة معناها ان مفيش تركيز، لانه الفتنس بتاعك ما وصلش للمرحلة اللي انت ممكن توصل لها، لانك انت ما عملتش فترة اعداد اللي هي بتبقى طيب ما بين ثلاث اسابيع واربع اسابيع. هل اخطا الاتحاد الافريقي لكرة القدم ان هو يعمل هذه البطولة في هذا التوقيت؟ يعني مثل هذه البطولات تبقى مثلا في نص الموسم، يعني النهارده مثلا لو حضرتك اتفرجت على مباراه سان داونز وبترو اتلتيكو هتجد ان بترو اتلتيكو لسه ما بداوش الدوري في انجولا، وبالتالي مستواهم الفني سيء جدا. اكيد يا كابتن، لان هو المفروض ان اللي بيعملوا الجداول ديت، ودايما انا بكرر الكلام ده، اللي بيحطوا الجداول والحاجات ديت لازم يكون ناس فنيين صحيح، وعندهم قدر كبير جدا من الجوانب الفنيه من الاحمال. انا ازاي ابدا موسم ببطوله كبيره زي دي وتبقى في بدايه موسم، وبعدين انت النادي الاهلي باستمرار بتحطني في موقف صعب جدا، انت بعد التوقف الدولي ثم بتعمل الاجنده الدوليه ثم بعدها بيومين 48 ساعه بتديني ماتش في تنزانيا. طب يعني الراجل ما شافش اللعيبه، يعني علي معلول ما قدرش يوصل ونزل على القاهرة، جاي من اليابان، وطبعا اللعيبة كلها كانت في معاني المنتخبات سواء منتخب أولمبي أو إلى جانب طبعا الإصابات اللي كانت موجودة. الجانب الفني والجانب اللي احنا دايما بنتكلم عليه، وهو في بعض اللاعبين وللأسف يعني ودي اللي دايما بأنادي بيها، وهي لازم تبقى موجودة وتبقى يعني بأناشد بيها انها تبقى موجودة. أنا النهاردة في العقد بتاعي بيقول ان انا في نسبه مشاركه، نسبه المشاركه ديت الكل بياخدها، لا انا اعمل نسبه مشاركه مع اداء. ايه هو الاداء؟ ما ينفعش يا كابتن اسلام ان انا النهارده بلعب مباراه بدي بفرقتي 8.5 من 10، الماتش اللي بعده ادي 2 من 10 او 3 من 10، ويبقى برضه الاشتراك والنسبه المشاركه تبقى موجوده. بس هنا يا كابتن برضو معلش لو حضرتك هتتكلم في هذا الامر، ما هو طيب ما هو ممكن لو ادى النهارده 2 من 10
المباراه اللي فاتت 8.5، ما هو لو فضل 2 من 10 كتير او مباراه كمان ما ممكن ما يلعبش، وبالتالي لن يشارك اساسا، وبالتالي لن ياخذ. ما هي بتتحسبش يا كابتن بالماتش يا كابتن. ايه اللي ما بتحسبش بالماتش؟ انا ما بحسبهاش بالماتش. اوكي، انا كلامي ما بيتحسبش بالماتش. الراجل المدير الفني كل 4-5 مباريات بيقعد مع الجهاز الفني بتاعه يشوف الراجل ده الاستمراريه بتاعته. انا النهارده فيه لعيب يعني بيدي يجيب لي جول واثنين وخلاص بيركن، طب وبعدين؟ فين الواجب الدفاعي؟ فين الواجب الهجومي؟ الخمس بطولات اللي احنا خدناهم الفتره اللي فاتت، السنه اللي فاتت، شوف انت حسين الشحات وتاو كانوا بيعملوا ايه؟ مكوك رايح جاي صحيح، ودفاع وهجوم وحاجه على اعلى مستوى. طب الماتشات اللي فاتت دي هنقول ان هناك مبرر، ما كانش فيه فتره اعداد، وحتى الفريق ما بيتجمعش علشان يتمرن تمرين واحده. لذلك كل 4-5 مباريات زي ما بيتحط في اللائحه بتاعت النادي الاهلي، انك انت كل 4 مباريات يروح مدي لك، انت خدت 12 بونت او خدت 15 بونت، المكافاه بيديك بونص، بيديك زياده. نفس القصه بالنسبه للافراد. انا لما اكون بشتغل مدير فني والاقي لعيب انا مدي له واجبات النهارده، يا اسلام اعمل 1 2 3 4، ايوه، وبعدين الفرقه كسبت بس هو ما اداش الواجب بتاعه، هل ياخد المكافاه بتاعت اللعيبه؟ لا، انا ما بطلعهاش، بركنها له، اقول له لما مستواك يرجع للمستوى اللي انا طالبه منك والحاجات اللي انا طالبها منك، المكافاه ديت هترجع لك تاني، يبقى هناك حافز للموضوع ده. نسبه المشاركه مع الاداء اعتقد لو تدرس بعنايه هتبقى كل 4 مباريات الجهاز كله بيقعد، النهارده تعالى فلان اللعيب الفلاني، انت النهارده نسبه الجري بتاعتك قد ايه؟ التمريرات بتاعتك قد ايه؟ الاهداف اللي انت عملتها، التمريرات اللي انت عملتها شكلها ايه؟ التمريره اللي فيها خطوره، ادائك وجريك وكل الجوانب الفنيه اللي المدير الفني بيطلبها، اعتقد دي لما هتبقى موجوده، ما اعرفش هي موجوده ولا لا، جايز تكون موجوده، بس لما هتبقى موجوده احنا بنشوف اللعيب في اوروبا يا كابتن، هل بتشوف لعيب بيبقى مستواه من 8 من 10 وبعدين الماتش اللي بعديه ب 4 من 10 او 5 من 10؟ بتلاقي دايما بيدي لك اقصى حاجه عنده، الاقصى حاجه عنده دي هو مش احسن مننا، احنا كلنا بشر، بس هناك حاجات بتحكمه، الحاجات اللي بتحكمه ديت زينا زي اي بشر، لابد يبقى فيه هناك الحته دي تبقى موجوده، يبقى انا عارف ان انا هنزل مش مجرد ان انا اداء، لا لا، اداء وفي نفس الوقت طلبات مطلوبه منك انك انت تعملها. المباراه بتاعت النهارده فنيا الناس كانت تفكيرها في سان داونز، الماتش ده يعني لو احنا لا قدر الله كنا اتغلبنا فيه، طيب كنا هنلعب سان داونز؟ ما كناش هنلعب سان داونز. يبقى اذا كان وده اللي دايما اتربينا عليه في النادي الاهلي، اتربينا عليه في النادي الاهلي، بيقول ايه الكلام اللي احنا اتربينا عليه في النادي الاهلي؟ ان انا كل مباراه انا باخدها زي ما انت دايما بتقول وبتحذر، الماتش اللي جاي صعب، الماتش اللي جاي صعب، معناها ايه؟ معناها ان انا لا استهين بمنافس، انا بحط مبرر ان اللعيب المدير الفني ما شافش اللعيب، الحاجه المبرر الثاني ان ما عملش فتره اعداد، انا ما بدافعش عن حد، انما انا بقول الجانب العلمي المظبوط. الفرص اللي بتضيع ده نتيجه عدم تركيز، عدم التركيز ليه؟ لانه اللعيب مشتت، تاو راجع من جنوب افريقيا وبعدين قبليها كان مؤدي مباراه رائعه جدا مع المصري ومع الاسماعيلي، ايه المبرر ان انا النهارده تاو مش في حالته خالص النهارده؟ طب حسين الشحات اللي كان ماتش الزمالك والماتشات اللي فاتت، هو ده انا جاي اقول اسال حضرتك، هو ده مش بيحصل يعني طبيعي جدا، وحضرتك يعني مدرب كبير وعارف هذا الامر، ان اللعيب النهارده ممكن يبقى مباراه في ضمن المباريات زي ما حضرتك قلت، يعني ما تيجي نتكلم على مجموعه مباريات هتجد ان يعني مهما كان اسم اللاعب بيجي في لو 10 مباريات او 4-5 مباريات زي ما حضرتك بتقول هتلاقي بيبقى فيها مش الاداء مش واو، يعني ما كلامك سليم 100%. النهارده معظم اللعيبه كلنا معترفين مش في حالتهم، صحيح، ودي وارده في كره القدم بالظبط. اللي انا باخد عليها يا كابتن، لان انا بتكلم بصوت واحد مشجع طبعا، ما ينفعش ان انا مباراه مهمه زي دي في بطوله مهمه زي دي وسمعه النادي الاهلي وبعدين في حاجات اعملها بالكعب واعمل، لا، في الوقت ده المفروض ان انا الباصه تبقى باتقان، حتى لو انا تعبان، حتى لو انا يعني في نوع من الثقة الزيادة، لا، ما يبقاش في ثقة زيادة، اعملها مرة بكعبي، مرة اعملها عايز اخدها يعني، فطبعا يعني بطريقة ممكن بتضايق الجمهور، بتضايق الجمهور ليه؟ لان النهاردة انا عرفت درجة الحركة عالية جدا النهاردة، ومع ذلك الجمهور من الصبح موجود في المدرج
من الصبح موجود. النهارده الجمهور كان عامل شكل رائع جدا، ولو عندك الفيديوهات بتاعت التبرع بالدم برضو يا سمير لو سمحت حطها لنا واحنا بنتكلم، لانه الحقيقه برضو يعني درس من جمهور الاهلي كالعاده الحقيقه، وتفاني ومسانده ودعم لاشقائنا في فلسطين، وده من خلال اتفاق النادي الاهلي من اليومين اللي فاتوا. فيديو اهو اتفضل. اتفاق النادي الاهلي فيما يخص طلبه من وزاره الصحه بان تكون هناك 6 عربيات للتبرع بالدم في محيط الاستاد، والحقيقه وزاره الصحه مشكوره تفضلت بالتواجد وعدد كبير من جمهور النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين يعني بيتبرع للدم ما بعد المباراه، ده يعني قبل المباراه كان في عدد كبير ايضا، وما بعد المباراه زي ما حضراتكم شايفين ان شاء الله تكون حاجه حتى يعني على قد ما بنقدر اخواتنا، بندعم اخواتنا في واشقائنا في فلسطين. جمهور النادي الاهلي يا كابتن له تاثير خاص في كل المباريات. هو رقم واحد. رقم واحد، اي نادي من غير جمهور ولا قيمه له. بيتحسب دايما النادي عظمته الجماهيريه بتاعته. أيوة. وبالتالي طبعا الجمهور ده بيبقى عصب الفريق، وعشان كده بيبقى الواحد يعني لما بحط نفسي مكان اللاعب، لو انا نايم على السرير عيان والجمهور ده جاي لي من الصبح، وده غير مش عاملين حساب ان الجمهور اللي بيتفرج في التلفزيون لا بيتفرج قاعد في التكييف عادي، لا مش في تكييف، ده بيبقى قاعد على نار على اعصابه. وبعدين الناس اللي في افريقيا والناس اللي في العالم، لينا قرايب ولينا اصدقاء في امريكا وهنا بيتفرجوا ومتابعين كل مباراه، كل مباراه للنادي الاهلي متابعينها. ف لما احط نفسي مكان اللاعب، اللاعب لما يفكر انك انت وراك الجماهير ديت، انت بتسعدها من خلال الجديه في الاداء. اتعودنا من لعيبه النادي الاهلي الجديه في الاداء. احنا لا نقصوا على اللعيبه، ولكن بنقول مبرر ان احنا ما عملناش فتره اعداد. وبعدين اسبوعين ورا بعض منتخب ثم منتخب ثم الناس اللي كانت بتسافر بره، ثم مع فتره الاعداد انت اللعيبه بتاعتك الراجل كولر ما شافهمش اصلا، ما خدهمش ولا اتمرن ولا عملوا اي فتره اعداد. ده مبرر، بس النهارده كان لابد يبقى فيه جانب نفسي مهم جدا، ان يبقى بيتقال للعيبه ان البطوله ديت ما ينفعش النادي الاهلي يبقى بيبتديها بالشكل ده. انت الشوط الاولاني في تنزانيا عملت شوط رائع جدا، الفرص اللي بتضيع، واعتقد ان كولر بيعمل كده كابتن اسلام، انه النهارده في اكتر من فرصه ضاعت. يعني مثلا كوره كهربا راح الجول راح صاددها وراحت وقعه، الراجل السرد باك جاي له راح هو لعبها خبرت في رجله وطلعت. لما تتعاد لكهربا عن طريق الفيديو، لو هو بقى راح لممها لنفسه بقت الشبكه فاضيه. دي لما تتعاد له، واكيد هتتعادلوا بكره ان شاء الله. واحده تانية بتاعت بيرسيتاو الشوط الثاني، الكره جايه له، والشوط الاول واحده بيمينه برضه، واحده بيمينه راح حاططها في المدرج، واللي بدماغه. لا ده في واحده تانية اسهل بقى كانت الشوط الثاني، الكره اتلعبت له مأذون من علي معلول، راح عاملها بيمينه. دي عايزه شماله، يعني دي عايزه شماله، هي اتلعبت له اوفر، عايز يعملها بيمينه كده اهو. لا دي كان على الارض. دي جايه له على الارض. بدل ما يلعبها بشماله عدلته راح عاملها بيمينه، وطلعت. فده نتيجه عدم تركيز، تشتيت ابنه عيان برضه، يبقى في العذر، لانه برضه عمل لنا 4 5 ماتشات كان رائع جدا، وكذلك حسين الشحات. لكن من خلال المباراه ديت اعتقد لازم يبقى فيه وقفه، وكل لعيب يعرف الفرص اللي بتضيع دي بتضيع ازاي وبتضيع ليه، ويحاول ان هو يركز اكتر في الفتره اللي جايه، لانها بطوله في غايه الاهميه، ولا بد باذن الله تعالى ان البطوله دي اول بطوله تتعمل الدور الافريقي تبقى من نصيب الولاد دول والابطال دول، علشان يستحقوا الحقيقه، يستحقوا هذا الكلام، لانه واخدين 5 بطولات الموسم الماضي. خسرنا بطوله في البدايه كانت في متناولنا، لكن برضو التحكيم كان ليه دور، وبرضو ما كانوش بينفذوا كلام كولر، لان احنا مش متعودين على الكرات الطويله اللي احنا ابتدينا نلعبها الشوط الثاني في ماتش الفريق الجزائري. لا فريق الجزائري، كانت كلها كرات عاليه غير مبرره، مع ان احنا كراتنا كلها فيها استحواذ وكلها على الارض. النهارده الروح القتاليه ما كانتش بالشكل المطلوب، وبعدين لازم يبقى في وقفه. الشناوي
كابتن فرقه لابد يبقى فيه بعض العناصر الكبار الموجودين في الفرقه يشدوا الفرقه من البدايه. لما تلاقي واحد الباصه بتطلع منه رجليه مره واثنين وثلاثه خطا، او واحد يعني بيصمم ان هو يلعب كوره يعني ما بيلعبش الشكل الجماعي، مفيش مشكله ابدا ان انا اكلمه يا فلان لا خد بالك خد بالك. ليه؟ لان لا يبد يبقى فيه على كتافي 80 90 مليون طيب. بني ادم بني ادم جمهور بيشجعك محتاج انك انت تبسطه. طيب على الجانب الاخر يا كابتن، النهارده كولر يعني مثلا في المؤتمر الصحفي عندما سئل عن التغييرات قال لك انا ده مش في قانون اللعبه، يعني انا مش في القانون ان انا اغير. يعني حضرتك شايف عدم تغييره النهارده مثلا لبعض اللاعبين، يعني كانت واتسال تحديدا عن موديست وقال لك بقاله ثلاث ايام قاعد في يعني تعبان، واتسال تحديدا عن امام قال لك امام بيزك ونازل بيديني 50% في التمرين وبالتالي ما بلعبوش. هو طبعا الراجل دايما بيشجع لعيبته ودايما واقف في ظهرهم، واعتقد انه في حاجه الحاجه دي يعني اعتقد انه هو هيحلها، لانه اللي انا شايفه بالنسبه للتغييرات كان دايما في الدقيقه 60 65 بيروح عامل ثلاث تغييرات او اربع تغييرات مع فريق انا شايف انه فريق متواضع جدا. يعني الشوط الاولاني كان فريق متواضع جدا. شوف كده يا كابتن، قد يكون ان فكرته انه ما اعرفش طبعا، قد تكون ان هو المجموعه اللي هتلعب النهارده معظمهم يعني مش هيلعب الماتش اللي جاي. استحاله استحاله، لان هو دايما عامل تشكيل اساسي، خط الظهر ما بيلعبش فيه غير واحد او اثنين، واحد بس اللي بيتغير والباك ليفت ده يعني في الضروره الماتش الاولاني في تنزانيا، لكن على طول خط الظهر ما بيلعبش فيه غير لما يكون مثلا رامي او يدخل ياسر. صح، خط الظهر بالجول ما بيغيرش فيهم، كذلك في وسط الملعب المهاجمين اللي ساعات بيبقى فيه تغيير. لا وسط الملعب ساعات بيغير برضه، يعني ممكن مروان ممكن كوكا ممكن ما انا ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بقوله انه يعني عندك اربعه بيلعب بيلعب بثلاثه أو أربعة، لأن في إمام أو ساعات قفشة ساعات إمام ساعات يعني مثلا في خمسة يعني في ستة بيلعب اثنين أو ثلاثة ثلاثة. الفترة اللي فاتت كان في كوكا وكان في صحيح ديانج صح وقفشة، وبعدين الماتش الإمام وتعور فيه بس كان بيلعب ماتشين ثلاثة ورا بعض صح، وبعدين ابتدى يرجع النهاردة مروان عطية مروان عطية وقفشة تاني وبعدين وقفشة تاني كتغيير طريقة لعب. اللي انا بخشاه يا كابتن الايام موسيماني في فتره كنا ابتدينا نعتمد على بعض اللاعبين اللي ما بيأدوش الواجب الدفاعي، يعني انا النهارده في ناس بتأدي الواجب الدفاعي بشكل رائع جدا، مثلا منعم هاني ديانج بيأدوا الواجب الدفاعي والواد بيأدوا الواجب الهجومي. حتى في جمله لو حضرتك تاخد بالك منها ان باستمرار الكره لما بتروح عند هاني ديانج بيروح رايح من ورا الباك، من ورا بيرسي بينزل وبيعدي بيرسي بيروح ساقط واخد الباك وبتروح ملعوبه له بتلعب لديانج. صحيح، لو ديانج فايق يروح ويشوق النهارده ما كانش مش في احسن احواله كلهم يعني. ده مش ده ده, ده مش اليوم. علشان كده دايما وانا نازل الملعب قبل ما انزل الملعب كهربا، هل ده كهربا اللي احنا كان بعد الايقاف ست شهور رجع هداف دوري افريقيا وهداف الدوري وحاجه على اعلى مستوى؟ لازم انا كمحمود اقف مع نفسي اشوف انا ليه الفرص دي بتضيع، اموت نفسي علشان ان انا ارجع بنسبه التهديف من نص فرصه كهربا لازم يكون في جول يا كهربا، من نص فرصه انت تلعب برجليك اليمين والشمال وهيدرز. لا شوف انا حياتي كرياضي لابد ان انا امارس حياتي كرياضي، حياه العاديه لما بطل كوره لما بطل كوره واقعد ارتاح خلاص اعمل اللي انت عايزه. صحيح. انما انا وانا بلعب كوره استثمر ال 10 15 سنه اللي ربنا اداهم لك في موهبه ان انا اموت نفسي في الفتره ديت علشان تاريخك يبقى في النادي الاهلي وفي منتخب مصر حاجه ناصع البياض. ان انا جيت على نفسي شويه، ومش معنى جيت على نفسي شويه ان انا بحرم نفسي من ملذات، الملذات دي ما هي؟ متعه الدنيا ان انا اسعد الناس. صحيح. طيب. مش بسهره او باكله او كده يعني. طيب خلينا نطلع نشوف انفوجراف زي النهارده الاهلي بيحقق الفوز في اول مباراه رسميه بالدوري. كابتن عادل، يمكن مباراه سان داونز اتفرجت على مباراه سان داونز الاولى والثانيه؟ لا الاولانيه بس، الثانيه كنت جاي في الطريق.
ما هو نفس طريقه اللعب ونفس الاداء واللي بيعمله. يمكن حتى النهارده في مباراه اليوم امام بترو اتلتيكو انتهت بالتعادل السلبي ما بين الفريقين، ولكن بعد الدقيقه الاولى في عمر المباراه تم طرد لاعب من نادي سان داونز، مافالا لاعب المدافع الثاني في سان داونز، ولعب ب10 لاعبين، ولكن اللي كان واضح ان هو لم يتاثر بالطرد. شايف مباراة الأهلي مع سان داونز في ظل الظروف اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها ازاي؟ الأهلي لما بيكون في تركيزه وفي حالته الطبيعية واللعيبة بتبقى فيها الجدية المعهودة فيها، احنا أفضل بكل المراحل من أول خط من حراسة المرمى لخط الظهر المهاجمين، احنا عندنا أفضل لعيبة منهم مفيش شك. إن احنا لما بنكون في حالتنا أعتقد بإذن الله تعالى نكسبهم هناك وهنا بإذن الله تعالى، بشرط إن اللعيبة قلب راجل واحد وتنفيذ واجبات تنفيذ واجبات ونعيش حياة الاحتراف بحذافيرها. يعني مش لازم بقى يعني أخرج عن التركيز بتاعي علشان أنا عندي 80-90 مليون بني آدم بيشجعوني، لابد أبقى عامل حسابي وأنا رايح التمرين وانا بنام بالليل بنام كويس علشان ابقى صاحي واقف على رجليا يوم المباراه، تعليمات المدرب وانا نازل بستعين بربنا سبحانه وتعالى انه يوفقني وابقى كده واقف على رجليا، بحيث ان انا بلعب لعبه جماعيه كل زمايلي كل واحد بيتفانى انه يسعد زميله وانه يغطي على زميله، ولو في خطا انا بقف معاه. تنفيذ الواجبات مهم جدا يا كابتن. وبعدين برضو في حاجات احيانا ببقى محتاجه تفكير شويه. انا النهارده عندي رضا سليم، طبعا الراجل اختاره بشكل رائع جدا، يعني الراجل عنده سرعات وعنده مراوغه وعنده تسديد. الراجل ده يعني حسين الشحات دايما بيستلم في رجله وبعدين يروح. النادي الاهلي في وقت من الاوقات لما يكون انت بتلعب فرقه والفرقة دي بتلعب بشكل دفاعي قوي، المفروض الراجل الاعترف ده ما يستلمش في رجليه، يستلم في مساحة بس هو لو بيلعب زي الماتش اللي هناك بيلعبوا بشكل دفاعي زي ما حضرتك بتقول قوي، بيبقى فيه كومباكت، بيبقى فيه ما بيبقاش فيه مساحة يعني. لا، ما بين السرد باك والباك لما تتلعب ما بينهم زي النهارده ما تتلعب كذا مرة لما بيكونوا عاملين يعني. كنت تقصد ان هو يبدا برضا سليم مكان حسين الشحات، يعني يبقى في نوع من التنويع في فتره من الفترات، لابد يبقى في دي، لانك انت محتاج دايما الحته دي. وبعدين مش لازم يا كابتن اوصل للتلت الاخراني واعمل التمريره دي، لا ده من التلت من نص الملعب وتتعمل له ما بين السرد باك والباك قبل ما يقفل وقبل ما يرجع، بعمل الهجمه بتاعتي عن طريق ان الراجل ده يقف على خط السنتر، تتعمل ما بين السرد باك والباك برضو بيرسيتا نفس القصة، مش لازم استلم وانا واقف برضو في فترة من الفترات استلم واخش واعمل الباصة اللي هي لحسين او لكهرباء او بتبقى جميلة جدا وبتجيب اهداف جميلة جدا. يعني في نفس الوقت لابد برضو ان انا يعني اتعب شوية من الكرة اللي بتلعب ما بين السرد باك والباك، اكون انا قاطع، واعتقد انها ساعات بتتعمل وبيعملها رائعة جدا. الحاجة الثانية برضو أنا بوصل للتلت الأخراني. النهاردة شفنا الجول اللي احنا جبناه، علي معلول عمل ايه؟ وصل واستنى وبص، لا كهرباء عملها له. لابد يبقى فيه جزء من الثانية بعد ما اوصل ان انا الباكين او الجناحين، يعني الجناحين يا كابتن اول ما اوصل للمرحلة دي ما لعبهاش اي حاجة. يعني حتى في كورة النهاردة لهاني الشوط الاولاني استعجل قوي في تمريرها مع ان كان ممكن يجري، كانت رايحه الكهرباء صح، كان ممكن يكمل، ممكن ياخدها وتلعب اسهل. أفشل نفس القصه في كره اللي هو شاطها فوق، يعني عدت فوق العارضه، الراجل جنبه خد ضربه جزاء، يعني انت هتعمل ورحت شايطها، طب ما تقف يعني حضا عليها وخدها ما من ورا رجلك الشمال، هياخد رجليك ضربه جزاء، يا اما اقف عليها والف زي ما هو بيعمل يروح لافف وراجع وبعدين تلعبها لزميلك مثلا، بحيث ان انا مفروض يا كابتن في الماتشات اللي زي دي لابد ان انا اجيب جول بشيء من
الاتقان وبدري وبدري يعني عايزها تبقى مضمونه، يعني عايز الكره اللي انا هديها لك تبقى مضمونه. فما ينفعش ابدا ان انا كره زي دي ما تتلعب تتشط بالطريقه دي، لابد ان انا كنت اخد فيها ضرب جزاء. الشوط الاولانيه برضو كان ممكن جدا في كره كانت ممكن تتلعب لبيرسي تاو، حسين الشحات راح شايطها اللي راحت عاليه. حسين لما بيخش لجوه بيجيب اهداف رائعه جدا. النهارده في واحده اللي هو شاطها عاليه، لو اتعملت لكهرباء او اتعملت لبيرسي تاو ده برضو نتيجه عدم التركيز. يعني مش تعب بقى ولا لياقه بدنيه ولا حاجه، لا انا برضو عايز العب فردي. ده مش فردي، ده مش شغل فردي. انت عايز اضمن اجيب جول الاول في فرقه زي دي الشوط الاولاني، بعد كده وبعد كده يا سيدي ابقى اجرب. فدي الحته برضو، الحاجات اللي هي الجمهور بيتكلم فيها. الجمهور اللي هو بيحب النادي الاهلي واللي بيعشق النادي الاهلي واللي خايف على النادي الاهلي، حاجه زي دي المفروض انها كانت تتعمل. فدايما الحته دي بتبقى موجوده. الحته الثانيه النهارده هاني اتضرب واخد بوكس في وشه، مفيش لعيب مثلا، يعني ما احنا بنشوف في العالم كله بنروح بادب نكلم الحكم او نخرج الكره بره. انت مستهين لدرجه ان الراجل الناس دول مش هيجيبوا جول، طب جابوا جول. يعني حاجه زي دي هطلع كرة يعني هو لو جول غريب كمان، جول غريب جدا وتخبط في دماغ الواحد يعني وتخش وتغير يعني اتجاهها وبتاع. ده درس للعيبه يا اخوانا. لا خدوا بالكم بنقول في قناه النادي الاهلي مره واثنين وثلاثه، انت طول عمر النادي الاهلي من 2007 بيحترم طبعا المنافس ايا كان. وبعدين يا اخي انت بتلعب ضربه واضحه بتاع تاني يعني بصراحه. وطبعا الفار عادها مرتين ثلاثه بس الحكم ما اخدش بيها، قال لك ما فيش حاجه وكان ده المفروض يرجع للفار، الفار يقول له ده فاول ويلغي الجول لان دي ده فاول. قبل قال لك شافها وقال لك تمام العب. هو راح للفار؟ لا ما راحش، يعني انا اقصد ان اكلموه وقالوا له العب. يعني في الحالات اللي زي دي المفروض ان القرار الحكم يبقى يعني فيه شجاعه شويه. ماشي يعني ما انا عايز اخد حضرتك لمستوى التحكيم. يعني مثلا في المباراه الاولى وفي المباراه الثانيه، النادي الاهلي ظلم في المباراه الاولى بعدم احتساب ركله جزاء واضحه الجميع الكهرباء بتاع الكهرباء. في المباراه الاولى والثانيه كهرباء برضو، الثانيه اللي بتاعت حارس المرمى اللي حطها من فوقيه ونزل عليه بايديه برضو، هي ركله جزاء صحيحه يعني. والله انت جبتها اسلام، انت جبتها واضح جدا ان الراجل قدام اللعبه اللي هي الاولانيه قدام. النهارده كمان في واحده اللي هي الجون حارس خد كهربا، خد كهربا هو كهربا نعم دي بنالتي، كهربا لحق الكره قبل خلاص اوكي وصلنا وكله. ولكن دي مش مبررات بس برضو احنا لا ليست مبررات بس ده حقنا يعني. ولكن انا بتكلم في نقطه ثانيه، نقطه ان المباراه القادمه مثلا الاهلي سيلقي هاي الكره دي. كهربا لعب الكوره، الراجل خد جسمه ونبي المفروض كهربا لو هو مركز يقع. ما وقع، لا ده وقع وقام يعتذر للحكم يا كابتن. ينفع يعني دي الكوره يا كابتن؟ ده معقول؟ لا يا كهربا لا، يعني انت الراجل ضربك، طب انت بتقع بتعتذر له؟ ده هو اللي ضربك، هو انت اللي ضربته؟ صحيح. يعني انا بستغرب يعني انت حتى هو ايه احساس للحكم ان مش ادي احساس للحكم ان ما فيهاش حاجه، معناها ركله جزاء واضحه يعني واضحه يا كابتن. ده الراجل داخل وبعدين بيضيع وقت بقى. يعني هو ما ده هو اللي ضارب يعني. هو اللي داخل بايديه ورجليه صحيح. انا اقصد ان يعني المباراه القادمه انت بتلعب سان داونز، مباراه ما بين كبار افريقيا الحقيقه، غالبا هتبقى الناحيه الثانيه وداد وترجي، وهنا هيبقى سان داونز والاهلي. فبالتالي كبار افريقيا يجب ان يكون مستوى التحكيم افضل من كده في هذه البطوله اللي الكل بينظر ليها. يعني مستوى التنظيم كمان يعني في مشاكل في المغرب، ان المازيمبي يروح المغرب، وفي مشاكل في او مازيمبي الترجي يروح تونس وانيمبا يروح المغرب، في مشاكل كثيره جدا تنظيميه. حتى كمان التحكيم يجب ان يكون يعني مستوى اعلى من كده كابتن في مثل هذه المباريات. يعني انت خلاص عدينا المباراتين دول تمام، طب المباراه اللي جايه هتلعب سان داونز النهارده يا كابتن مين اللي بيحكم سان داونز وبيتر اتلتيكو؟ الراجل الجزائري مصطفى غربال. ده راجل دولي وراجل على اعلى مستوى. وشفت النهارده عمل ايه يعني في اول دقيقه طرد، في اول دقيقه. وبعدين بس برضه باخد عليه في كوره ثانيه كان ممكن يطرد واحد ثاني صح، اثنين ضربوا بعض بالبوكس في الاوت عند الاوت. يعني طبعا سمعتها في الراديو يعني كان سيرينو الاثنين
يعني ما كانش بوكس قوي، ده زقه كده في جنابه يعني، في واحد خد بوكس. انا المعلق بقى قال كده يعني، يعني ادى انذارين يعني ممكن. ف لجنه الحكام في حاجه، في حاجه لجنه الحكام الافريقيه طبعا والمصريه. انت شفت الوداد؟ شفت الوداد هنا؟ لا ما اتفرجتش على الوداد الحقيقه. لا لا الوداد هنا لما يكون بيلعبونا الوداد الاهلي والوداد يعني ثلاث ضربات جزاء وطرد ما اتحسبوش. وبعدين المعتز الشلماني على ما اتذكر الحكم الليبي الليبي الحاجه الثانيه الراجل الموريتاني ده الحكم اللي حكم لنا الماتش الاولاني الماتش اللي فات ده في تنزانيا اللي حضر المباراه الراجل رئيس الاتحاد الدولي ومتسبي ورئيس لجنه الحكام كلية. وبنالتي زي دي ما حسبوش غريبه جدا ده يعني ده واخد كارت بقى يعني اعمل اللي انت عايزه دي بنالتي لا يعني بلتي لا انت عارف انا بقول يا كابتن اصل مستحيل يعمل قدام الناس دي كلها كده ولكن انا بقول ان ده مستواه لانه هو الاقرب دايما الناس لما تحب ان النادي الاهلي اللي هو الفريق يعني لو بناخدها بنظريه المؤامره انا مش باخدها دايما كده انا باخدها بنظريه ان هو ده مستواه يجب ان يكون هناك تطوير لمستوى التحكيم في افريقيا يا كابتن زي ما بنتكلم على مستوى التحكيم في مصر وعندنا مشاكل كتيره جدا لا يعني اديك شايف مباراتين طب لو لا قدر الله كان حصل حاجه وما عرفتش تجيب جون النهارده لا مش ضربه جزاء صحيحه ما تحسب لي ضربه الجزاء هو ده قصدي هو يعني. ما هو ال متسب لما جه كان قال وعود كتيره جدا قال منها الفار وما شغلش الفار لفتره معينه 32 دلوقتي بيبقى دول 8 دوري ابطال افريقيا يعني وقال تطوير التحكيم وما حصلش تطوير تحكيم وبعدين اديك شفت احد الراجل اللي كان حاكم لنا كان الماتش اللي كان عاصي الماتش بتاع الجزائر بتاع الجزائر السوبر ماتش السوبر شفت الراجل كان عامل ازاي بيصرخ ازاي ضدنا برضه شفت كان بيصرخ ازاي صحيح وبنالتي وجول سليم مليون في الميه ما صحيح فده من البدايه كده الراجل ده ازاي يستمر في الدوري وبعدين احنا يعني مفروض اكبر نادي في افريقيا لابد يبقى فيه دايما متابعه مع متسبي واكيد الكابتن خطيب يحصل على صديق طول اكيد ما انا عارف بيبعتوا بيانات واعتقد الماتش اللي فات برضو كان فيه كلام ان يعني الاخطاء المتكرره دي اخرتها ايه لان دي بطوله من مصلحتهم حتى ان النادي الاهلي يبقى مستمر في البطوله ده اللي انا بقوله بالظبط يعني مفيش حد طبعا لكن يعني هو في الكوره هي في الاخر ما فيهاش الكلام ده لكن انا اقصد ان انت يعني عشان كده بقولك ان هو ده مستوى التحكيم فلازم يجب ان يكون هناك تطوير انت خامه كويسه ولكن طول ما انت ما عندكش حد بيطورك هتفضل زي ما انت وكمان يا كابتن ما ينفعش تبقى انت تيجي من الناس عندها خبرات ولا اخره انا اقومها وحاسبها وبعدين ما تجيبش بقى ناس صغيرين جدا وتتحكم ماتشات كبيره يعني طبعًا. انت بتحكم السوبر جايب واحد مبتدئ لسه ما عندوش خبره خالص وعمال يصرخ كل اعترض عليه يعني حتى بعد الماتشات المهمه جدا بتبص تلاقي في شمال افريقيا احسن حكام بيروحوا للماتشات دي كابتن عادل من على الجانب الاخر لانه مهم جدا انا دلوقتي عندي سلبيات في الفرقه وعندي ماتش يوم الاحد النهارده تلات عندك اربع خميس جمعه سبت منهم يوم سفر خلاص يوم بعد المباراه اللي هو بكره رايح بعد بكره سفر خلاص هيبقى عندك يوم او يومين بعد كده كان فيمكن علاج السلبيات في ظل هذه الظروف معروف ان انت بكره او اليومين اللي جايين هتعمل استشفاء اكتر من اي حاجه تانية يعني اولا نمره واحد هيبقى فيه للاستشفاء بكره مع تمرين قوي للناس اللي ما لعبتش اذا كان في هناك مباراه مع الاشبال او الشباب اذا لا كان لا لا ما اعتقدش مش هيعمل لا لا الحاجه الثانيه طبعا مع السفر لابد بكره بعد الاستشفاء يبقى فيه قاعده وفي فيديو اشتغل الاخطاء اللي كانت هي اهمها عدم يعني اضاعه الفرص السهله بس وطبعا حاجات اخرى ولكن دي الاهم الاخطاء الكثيره في التمرير صح وعمليه النقل الكوره بسرعه يعني الكوره بيبقى فيها بطء شويه كل الامور ديت يعني لابد يعملها ازاي بقى في اليومين ثلاثه اللي جايين دول من وجهه نظرك طبعا والله يا كابتن الراجل انا بعذره جدا 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 لان الراجل ده جاي من اوروبا عارف انه في شغل بياخد الوقت بتاعه ومفيش الجداول اللي بالشكل ده ولا اخره وطبعا يفاجئ انه اللعيبه بتاعته ما هياش معاه يفاجئ انه اخطاء تحكيميه قاتله يفاجئ انه لعيبته ما بيشوفهاش هيمرنها امتى ف
فان النهارده لما عمل الاستشفاء لابد يبقى فيه بكره تصحيح اخطاء وقفه حتى لو وقفه مع اللاعبين. اه طبعا نظري، الناس اللي هي لعبت النهارده لابد يبقى فيه شده كبيره جدا بكره. الناس دي لازم تتشد بكره ويشوف الاخطاء. يا كهربا يا فلان، يا حسين انت هنا، يا رامي، يا هاني، يا علي، فين الوقفه هنا؟ فين حتى الجانب الاداري؟ فين الجانب النفسي هنا؟ الى جانب طبعا التشكيل اللي انا هلعب بيه الماتش اللي جاي، لابد يبقى هناك تغيير في بعض الاماكن ونرجع لطريقتنا. انا بلعب في سان داونز لابد يبقى بلعب بثلاثه في وسط الملعب ده غالبا. وكولر بيعمل من يوم ما جه بيعمل حاجه جميله جدا، واعتقد يعني احيانا في ناس ما بتاخدش بالها منها، بيلعب بثلاثه، الثلاثه في واحد بيأدي واجب دفاعي واثنين بيأدي واجب هجومي، والعكس لا، اثنين بيأدي واجب دفاعي واحد بيأدي واجب هجومي، واحيانا بالتبادل. طبعا تبص تلاقي حمدي فتحي مره جوه ال 18 لما كان موجود، طبعا لما كان موجود في امام عاشور تلاقيه جوه ال 18 وجايب جول اعتقد في ماتش انبي في الكاس، في ديانج نفس القصه. فما فيش حد ثابت في خط الظهر في وسط الملعب كأداء دفاعي، ودي حاجة هو خلاص حطها في فكر الثلاثة دول اللي في وسط الملعب. لابد يبقى فيه تركيز في ده. الحاجة الثانية والمهمة ان انا فرقة سان داونز لابد يبقى انا عندي من الثقة. يعني كل البطولات اللي عندي وكل الامكانيات اللي النادي موفرها لي، الطيارة الخاصة والمرتبات العالية والروح القتالية والعيلة النادي الاهلي وهو الاخر، كل دي موجودة. لابد يبقى فيه وقفة مع النفس ان انا سان داونز ده بالنسبة لي فريق بيلعب كورة كويسة، لكن انا فين وسان داونز فين؟ سان داونز واخد كام بطولة وانا واخد كام بطولة؟ انا تاريخي ايه ككورة؟ كل الامور ديت. انا اللعيب لازم عنده ثقة في نفسه، وقبل الثقة في نفسه يبقى عنده ثقة في ربنا ان ربنا هيكافئك انك انت بتأدي الواجب بتاعك بأمانة، وبتأدي الواجب الدفاعي والهجومي على اعلى مستوى. المدرب بتاعك لما يقول لك اقعد بره 18 بره 18، عارف مصلحتك امتى هيدفع بيك. النهارده كان وارد جدا ان هو يروح ملاعب امام عاشور ويلعب فلان ويلعب فلان. انا بشوف ان هو غالبا هيعمل كده المباراه اللي جايه بعدد كبير من اللاعبين اللي ما لعبوش. اكيد مباريات كتير هيبقى موجودين في المباراه القادمه. اكيد انا باخد على كولر احتمال مش متاكد منه، يعني احتمال ان هو كان بيفكر في ماتش سان داونز، او اللعيبه كانت بتفكر في ماتش سان داونز، فواخد الماتش ده سهل يعني ان انا بقى خلاص اعدي ابقى انا بريح شويه علشان ماتش سان داونز. احتمال يكون ده موجود، وان كنت ما لا احبذ الفكر ده ما ينفعش، لان انا طبعا الخطوه الاولانيه ان انا اوصل. طيب. وبعدين افكر في سان داونز، وبعدين سان داونز بالنسبه لي انا ثقتي قويه جدا، ورايا جماهير قد سان داونز مليون مره، ما عندي لعيبه امكانياتها على اعلى مستوى، عندي اداره، عندي جهاز فني على اعلى مستوى. رسالتك للعيبه بقى والجهاز الفني قبل مباراه يوم الاحد، لان احنا غالبا مش هنطلع يعني. حبوا النادي الاهلي زي ما الجمهور بيحب النادي الاهلي. انتوا بتحبوا النادي طبعا، بتحبوا فرقتكم، وبتضحوا وبتعملوا كل وبتجيبوا بطولات. الجيل ده موجود بقاله كام سنه؟ فتره طويله، اربع سنوات خمس سنوات بطولات على اعلى مستوى وفي كل المجالات، كاس عالم، وعلى طول بنوصل كاس عالم، مشرفين بكل المقاييس. حقيقي ما فيش ماتش يبقى اقل من 8 من 10. ما فيش يا لعيبه، ما فيش ماتش لا 8 يا كابتن. ماشي 8 و8 ونص كمان. ماشي 8 و8 ونص باستمرار. حط في دماغك انك انت مش الجمهور ال 40 50 الف اللي في المدرج هم الموجودين. لا 40 انت 50. انت لعبت في تنزانيا كان في 50 60 الف. عجبني جدا اللعيبه الشوط الاولاني ولا بيسمعوا. صحيح. بيأدوا المباراه في منتهى الروعه. صحيح. فرص ضاعت كتيره صحيح، وجبنا جول كان المفروض نغطي الجول الثاني. انت ثقتك موجوده، ما تخليش اي حاجه تشغلك، مرتب، فصحى، حد بيتكلم، حد بينخور يعني رجاء يعني ابعد كل اي حاجه تشغلك عن الملعب، لانك انت لما بتسعد الناس بتسعد اسرتك الصغيره وبتسعد اسرتك الكبيره اللي موجوده في العالم كله. حط في ذهنك وانت نازل الملعب انت نازل عشان تسعد الناس. صحيح. مش معنى ان انا اجيب جول واريح يا حبيبي، لا،
انت بتجيب جول والتاني والتالت لان الجمهور جاي ودافع تذكره وسايب شغله وسايب عمله وسايب كل حاجه في الدنيا وحراره والى اخره وهيرجع بالليل بطريقه. حط في اعتبارك انك انت زي الراجل ده ما بيحب فرقتك، انت كمان لازم تديله المتعه. صحيح. جبت جول اجيب التاني والتالت والرابع لان هو جاي عايز استمتع بالنتيجه والاداء ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا كابتن عادل على وجودك معانا. شكرا جزيلا. شكرا. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنستقبل الدكتور احمد ثابت والاستاذ كريم سعيد.